أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول فيه صاحبه: ما رأيكم في اشتراء المرء الكفن وجعله في بيته يتذكر به الموت؟ هل به بأس؟ هذا شيء لم يعمله السلف فيما نعلم، وإنما يعمله بعض الزهاد وبعض العباد، ولكن ليس له دليل من الشرع. تذكر الموت بدون الكفن، تذكر الموت به. الموت ما هو بشيء خفي ولا شيء، أنت تشوف الموت كل يوم، تشوف الجنائز وتشوف يعني ما تذكر الموت إلا بالكفن؟ ما يمر يوم إلا وتشوف جنائز وتسمع بجنائز وتسمع مات فلان، ما يحتاج إلى كفن. نعم.